بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوعنا عن الشعر حيكون قراءات شعرية، وحيكون ونس على الشعر هو ذاته. طيب، الحاصل انه في الآونة الأخيرة انه الناس كلها بقى اتجاهها، او معظم الناس بقى السائد بينهم هو الشعر السهل او من غير اوصاف ما جميلة في حقهم، ما اكون ظالمين، لكن ما أنكر إنه فيه جزء من الرداءة، يعني حب كده، وفيه كمان تكرار، وكله كده مكتوب يعني باختصار في شارع النيل، يعني الجبنة، أنت اتقريفتك، ونفس المصطلحات، نفس الحاجات، أو شعر المناسبات، أو مدح الشخصيات، مثلا يا حمدوك لقد أتيت إلى كيف، يعني كيف، يعني كيف، يعني يكون ده هو يعني حصل للزائغة تبعنا شنو يعني. طيب، هل الشعر ده هو يعني حصر على فئة معينة؟ يعني ممكن نقول إنه الشعر الجيد هو الشعر الممتاز، هو بيكون محصور في فئة معينة، هم اللي بيتبادلوه وبيرسلوه لبعض وبيحتفوا به، لأنه يعني أي نص جيد بتحس إنه قراءه فيها معينة، ما بالضرورة هم بس الشعراء أو الكتاب أو الناس الريليتد للمجال الأدبي أو كده، في ناس عاديين بوظائف مختلفة هم كمان برضو بيحبوا النوعيات الجيدة من الشعر. طيب، المشكلة وين؟ المشكلة إنه في يعني في انه الشاعر بيكون شوية بعيد من الناس، يعني من كل الناس. هل هو مفروض يعني شعره ده يصل لجميع الناس ولا لفئة معينة حسب ما هو عاوز يعني؟ وده بيقودنا للتعريفات بتاعت شعر الحداثة وشعر ما بعد الحداثة، اللي هو بعد شوية هتطرق له. فبيكون انه يعني انا كتبت النص ده، كتبته لنفسي، عاوز اقراه انا وتقراه الشلة المعينة، مثل الناس شلة الممر وبعض الناس اللي حيفهموا كلامي، ولا الشعر ده للعامة؟ طيب، هل الناس بتستصعب الموضوع؟ يا اخي الزول ده ما فلهم، الزول ده كلامه معقد، ده كلام كبير، وده بتاعه هناي فالحكاية هي ما حكاية انه انت يعني بس انه يعني بتملك حتى الادنى من التعليم او الثقافه او كذا وكذا وكذا، لكن هي برضو مساله احساس، يعني احساس وذوق. فاذا انت كان ذوقك رفيع وذوقك عالي، بتعرف تقيم منه الحاجه الجيده من الحاجه يعني انا يعني في انواع من الشعر انت بتسمع مره واحده وممكن تضحك، يعني يصير فيك الضحك، يعني يكون فني، او ممكن انه تقراه مرة تانية عشان تفهم مقصد الزول، أو تقراه كم مرة وتقدر تعيده وتعيده كل مرة وكل فترة، لحد ما حتى إنك تكون بعد سنين يعني يفضل معك، ما يكون ممل ولا يكون فيه أي إشكال، لأنه ممتع. وفي أشعار بتمثل تحدي، يعني أنت كل ما تقراها كل ما بتعيد اكتشافها، كل ما بيكون في حاجات جديدة فيها، يعني حتكون متعة بالنسبة لك، يعني كل مرة أنت بتشوفها بوجه جديد. طيب، نعرف شوية عن التعريفات بتاعت الشعر باختصار، يعني من غير تعقيدات. المصري زي نحسه في الوقت الحالي هو عندنا الشعر الحداثة والشعر ما بعد الحداثة. الشعر الحداثة طبعا عندنا انه اللي هو ممكن نقول تعريف له او كمثال له شعر النثر العادي، يعني اللي هو انه الشعراء قاموا قالوا احنا عاوزين نتحرر من القيود السابقة بتحت الغافية وعلم العروض ده ما بيعني انه ما بيحتوي على صور جمالية، او انه ما فيه كناية، او انه ما فيه صور جميلة، اوكي، او ما فيه لغة جميلة ورفيعة، لا، فيه الحاجات دي كلها. في تاني المرحلة بتاع الشعر ما بعد الحداثة، اللي هو الحاصل فيها انه الشاعر زي ما بيقولوا موت الشاعر نهائيا، اللي هو انه بيقول انا اي دونت كير انه انت فهمت ما فهمت، انا نفس الحاله حقتي،
اللي هي إنه أنا إذا كنت يعني إذا كنت منقسم، إذا كنت بعاني من مشاكل، إذا كنت يعني في any state I will write it as it is. فبيقوم يعني بحس إنه ما في unity في النص، أو ما في وحدة، كله وما في وحدة موضوع. يعني بيكون زي لوحة تشكيلية الفنان فيها، بيقوم بياخد أي لون من غير ما يراجع الكالر سايكل، من غير ما يشوف اللون ده في لون مناسب له أو لا وكده. فبتكون زي ما تطلع تطلع خلاص، ده الشعر بتاع ما بعد الحداثة. طيب بالنسبة للشعر الرديء، يعني أنا أحيانا لما أضطر أكون في مكان عام مثلا وأضطر إنه أسمع الهنايدلز، عندي السماعة الجديدة باخده، وهنا يعني ما ممكن الواحد يكون عنده خيار انه يحس خياراته في الحياة ويقوم يسمع حاجات زي دي. يعني ممكن تفسد ذائقتي الشعرية. انا ذاتي من بعد شوية هلاقي انه بتكلم بنفس اللغة وبنفس المستوى بتاع الحاجات. طيب الحاجة الجديدة شنو؟ انه احنا حاليا يعني خصوصا بعد الفترة بتاعت الكورونا دي، الناس بقت تعمل شنو؟ الناس بقت انها تشير النوليدج، تشير المعلومات، تشير الميوزك. بيكون في كونسيرتس اونلاين، بيكون في حفلات غنائية، بيكون في كورسات في كل المجالات، الناس بتستفيد منها. طيب واي نوت انها تشير الشعر؟ ليه الشعر يكون محصور في فئة معينة؟ ليه ما يكون متاح للجميع؟ بحيث انه كيف؟ بحيث انه الشاعر نفسه هو يعمل إضاءة، يعمل إضاءة في النصوص تبعه. طبعا معظم الناس ما حتوافقني، معظم خصوصا الشعراء يعني ما حيوافقوا على الكلام ده، إنه أنت وانس إنك أنت تدخلت في النص بشرح أو بتفسير أو إنك أنت مقصدك، معنى كده إنك أفسدته أو إنك يسيز الانتربريتيشن تبع القراء التانيين. فالحاصل إنه يعني الكلام ده ما صحيح لدرجة كبيرة. يعني ليه؟ لأنه يعني أنت مش بتقدم مساعدة أو إيدز للآخرين، لا، أنت بتطرح روحك في الحاجة دي. اوكي why not انه to share some tips او some stuff، يعني تخلي الاخرين انه to share المتعة بتاعة الحاجة اللي عندك دي. يعني انت الحاجة اللي عندك دي، الحاجة النص اللي كتبته ده هو في غاية الثراء، في غاية الجمال. يعني why not انه الناس to share بعض الحاجات فيهم. فأنا قررت من هذا المنطلق إنه to share some يعني من بعض النصوص تبعي اللي هي بتكون قراءة، وكمان زي ما قلت بعض الإضاءة، وما شرح ولا تفسير ولا كده، رغم إني ما شايفة إنه في حاجة فيها خطأ. فدي يعني النقاط هم بيقوموا بالحاجات دي، لكن دي حاجة بتخلق حلقة وصل بين الكاتب والنص أو القراء من الجانب الثاني. فهنبدأ بعد النصوص اليوم، هنبدأ إن شاء الله بنصين. عايزة إنها تكون من المجموعات تبعي، اللي هي عندنا مجموعة كناين الموت في شاشة 3، أو إنها تكون من الحناية الكتابات الجديدة. النص الأول رمس الريح. ريح لم يرقها الخارج، فبذرت رمسها في رئة اليسرى، تصفق جذورها بكريات دم الطينية، تمتص حروفا مائية كنت أختزنها لتموز الأخير. لمبات النيون تغمز غمزة ماكرة، نحن من نمنحها أشباح ماضينا ثم نصفق لمعجزة الكهرباء. تؤوب الأوعية بسراب الفردوس إلى نهرها القديم،
الراصد لم يتخلق بعد، لزوجة الصدفة تتشبث بجفاف الأحلام. يا ترى هل ستبوء يدي بشيء إن مددتها خارجا، أم هي حفنة الأزهار المتيبسة وأذيذ سيارة فارة من صفرة القاب إلى حمرة إشارة المرور؟ النص الثاني. وأنا طي جناحي الجديد. أقترح مراهقة كل شيء، الغابات، الجحور، البيوت، الفضاء، جسد حبيبي بقمر أجش، أجرح الضجر، الحمى، الترقب، الإعياء، وقاحة المعرفة، البرود، الموت المؤسس لكل هؤلاء، ديمومته بالصورة العائلية الكونية، لعلها فوتونات الضوء، أم أنثى المصور، أم ذرات القبار الأبدية على العتمة تحت الملابس المكوية بعناية. وأنا طي جناحي الجديد تذكرت كيف أن الخيبة كانت جناحي، تلوتها محاسني على ألسنة أصدقائي الذين أعرف ولا أعرف. كيف تدعون معرفتي وقد استأنيت البحث عني ذرة، نجمة، رحشة، ولادة، فناء، عشقا، خلية، حقدا، شجرة، بغاء، وما عرفتني. وأنا طي جناحي القديم رفعت كفي إلى السماء. أوتو، أنا من تعرف، أنا لا أعرفك، حولني إلى معرفتك الأبدية، ترابك الأبدي، أو هل لي بوجهي المنزوع من الصورة؟ قالت الجبال أنا أستصر البراكين، قهقه الجيولوجيين، غال الشاعر أنا أستسر الروح والجسد، ابتسمت القصيدة التي يتلوها على حبيبته التي لا وجود لها، غال الوجود أنا أستسر العدم، لم يضحك أحد. وأنا طي جناحي الجديد ما من أحد يسبق علي بالألقاب المستحقة، الشاذ، المجنون، الملحد، لأن هذه الألقاب لا تطلق الآن إلا على القيم، القيم الذي يختلس عناق حبيبين فيركضا مبللين ضاحكين، أو القيم الذي يكمس كسل الملائكة على الورود النائمة، أو الذي يهدي حبيبته آلهة الأرض سجارة بنجوك التي أهدانيها صديق ذات مرة فتضحك لنكتة الوجود آنفة الذكر. أنا الآن طي جناحي الجديد بين الأكوان والمجرات، أحلق بجناح غير مكسور. نبدأ من النص الأول. زي ما قلت هي مجرد إضاءة، يعني أنا ما ح reveal all of my secrets or إنه أخلي النص مسطح وبلين وواضح ورخيص. هو الوضوح، الوضوح حاجة جميلة، ما حاجة سيئة، يعني ما حاجة سيئة، لكن أنا المفروض أترك جزء من المتعة عليك أنت علشان تجد نفسك في النص، علشان أنت تكتشف حاجات ممكن تكون حاجات أنا نفسي ما عانيت أو يعني ما كان مقصدي كده، لكن هي لمست فيك حاجة فبقت مقصد بالنسبة لك أنت غير مقصدي أنا، وبالتالي هي يعني الفيلينجز اللي بتديها ليك بتكون زي أو مغايرة للفيلينجز اللي بتديني ليها أنا. فهي بس زي ما قلت، بس بعض الحاجات، يعني المشاركة، يعني المشاركة العامة لبعض الحاجات. طيب نبدأ النص الأخير اللي قريته، آخر واحد. وأنا طي جناحي الجديد أقترح مراهقة كل شيء، القابات، الجحور، البيوت، الفضاء، جسد حبيبي بغمر أجش. أقترح يعني دائما بنقول لما يعني إنه أرتكب إثم،
يعني ارتكب اثم اني اني اجتاز اقترح مراهقة كل شيء. كيف هي مراهقة كل شيء بتكون؟ يعني ما هو وصف المراهقة بالنسبة للقابات، الجحور، البيوت، الفضاء، جسد حبيبي بقمر الأجش، علاقة الصوت الأجش بالمراهقة هنا. وأيضا إنه أنا واي إنه أنا إنه أنا بجتاز الحتات دي كلها عشان أنا ببحث عن شنو الأسئلة جواي هي شنو. وجرح الضجر، الحمى، الترقب، الإعياء، وقاحة المعرفة. هل يعني يا المعرفة وقحة، البرود، يعني مرات بتحس إنه يا ليتك لم تتعلم أي شيء وكنت في حتة كده نائية وما عارف أي حاجة عن العالم ده. يعني هو مرات بتعرف حاجات تصدمك، أو ذات الوقاحة تبع المعرفة، يعني إنك لما تلمس الحاجات بيدك تتمنى إنك ما عرفتها من قبل. البرود، الموت المؤسس لكل هؤلاء، ديمومته للصورة العائلية الكونية. لعلها فوتونات الضوء، نرجع للفيزياء، أم أنس المصور، الأنس، الونسة. المصور لما يجي ياخذ صورة بيعمل شنو؟ المصور لما يجي ياخذ صورة بيحاول إنه تكريت علاقة معاك، يبسط الحاجة معاك، أوكي؟ فهنا قلنا ديمومته بالصورة العائلية الكونية. لعلها فوتونات الضوء، أم أنس المصور، أم ذرات الغبار الأبدية على العتمة تحت الملابس المكوية بعناية. جميعنا في الصورة الكونية، وملابسنا طبعا بتكون، الواحد لما يجي يتصور كده بتضايقه كده، حاسة بيكون مهندم كده وظريف عكس الوقت التاني. أم ذرات الغبار الأبدية على العتمة تحت الملابس المكوية بعناية. دائما وراء كل وجه في وجه آخر، دائما وراء كل شيء يعني مكوي بعناية في حاجات تانية. وأنا طي جناحي الجديد تذكرت كيف أن الخيبة كانت نجاح، كانت جناحي، تلوتها محاسني على ألسنة أصدقائي الذين أعرف ولا أعرف. كيف تدعون معرفتي؟ يعني كيف انتم بتقولوا انكم بتعرفوني وقد استأنيت البحث عني؟ ذرة، نجمة، رحشة، ولادة، فناء، عشقا، خلية، حقدا، شجرة، بغاء ومعرفة. ايضا نو ماي سيلف، يعني النفس البشرية دي معقدة، الكون بأكمله هو عبارة عن يعني حاجة مجهولة، حاجة صعبة، صعبة الفهم والإدراك واللمس. وأنا طي جناحي القديم رفعت كفي إلى السماء. أوتو، أنا من تعرف، أنا لا أعرفك. طيب، أوتو هو أحد الآلهة في الميثولوجي الإغريقية، اللي هو في ملحمة جلجامش، اللي هو كان إله الشمس والعدل والقانون، وزوجته كانت إلهة الجمال والأرض والخصوبة والحاجات دي. فأنا قلت هنا، وأنا طي جناحي القديم رفعت كفي إلى السماء. أوتو، أنا من تعرف، أنا لا أعرفك. حولني إلى معرفتك الأبدية، ترابك الأبدي. أوهل لي بوجهي المنزوع من الصورة، وجهي المنزوع من الصورة، الجبال، الصورة الكونية الشاملة. أنا وجهي تحديدا، أنا أو أنت أو someone somehow it happened، إنه وجهه ده زي لما إنه يكون في علاقة بين اتنين، فالعلاقة دي تقوم تبوظ. هما بيعملوا شنو؟ هما بيجيبوا الجوابات. أذكر واحد زمان كنت متابعة مع الحركة دي، جاب كل الخطابات اللي كانت بيننا وقام قطعها والتاني ليها كده في كده يعني. المهم، فلما يكون في حاجة زي دي وبيقوموا بالصورة حقتك، مثلا لو في كابلز كانوا متزوجين، ودي برضه حصلت لي ناس بيهموني جدا. فلما مشيت تفاجأت إنه الصورة شارطين الوجه بتاعها يعني من الصورة تحت الزواج. فدي كانت مصدر بتاع inspiration بالنسبة لي. أو هل لي بوجهي المنزوع من الصورة الكونية الشاملة اللي تكلمنا عن تفاصيل ذيك. قالت الجبال، أنا أستصير البراكين، قهقه الجيولوجيين هم علماء الأرض.
غال الشاعر أنا أستسر الروح والجسد. ابتسمت القصيدة التي يتلوها على حبيبته التي لا وجود لها. قال الوجود أنا أستسر العدم. لم يضحك أحد، يعني أي واحد بيقول أنا أمتلك سر الأشياء، أنا أمتلك معرفة الأشياء، أنا، لكن به من هو قادر على إفساد المتعة حقه بأنه أنت يبدو أنه فعلك. وأنا طي جناحي الجديد، ما من أحد يسبق علي بالألقاب المستحقة، الشاذ، المجنون، الملحد، ال ال ال، لأن هذه الألقاب لا تطلق الآن إلا على القيم، القيم الذي يختلس عناق حبيبين فيرقدا مبللين ضاحكين، أو القيم الذي يكنس كسل الملائكة عن الورود النائمة، أو الذي يهدي حبيبته آلهة الأرض. آلهة الأرض، سرجة أبولو الكبير دي ذكرناها، زوجة اللي هي من ال فيرقدا، أو الذي يهدي حبيبته آلهة الأرض، سجارة بانجوك التي يهدانيها فتضحك لنقطة الوجود آنفة الذكر. نقطة الوجود، نقطة غير مضحكة. أنا الآن طي جناحي الجديد بين الأكوان والمجرات، أحلق بجناح غير مقصور. النص الثاني، ريح لم يرقها الخارج فبذرت رمسها في رئة اليسرى. فبذرت رمسها اللي هو الرمس والقبر في رئة اليسرى، تصفق جذورها بكريات دم طينية، جميعنا من طين ومآلنا طين، تمتص حروفا مائية كنت أختذنها لتموز الأخير. تموز الأخيرة اللي لاحظ التدرج في الحاجات، إنه عندنا هنا الطينية، عندنا حروف مائية، عندنا تموز الأخيرة اللي هو فصل الصيف. لمبات النيون تغمز قمزة ماكرة، نحن من نمنحها إشباه ماضينا ثم نصفق لمعجزة الكهرباء. وإنت وقاعد في الحوش كده شوف العلاقة بينك من لمبة كده تكون ميتانة كده في الحوش وبتاع، شوف اللي بتثيره فيك شنو، شوف الخيال، الخيالات الحولة. طبعا الحياة دي كانت زمان، حس الناس بالشقق وكده، ما في يعني حاجات دي. طيب، تؤوب الأوعية بسراب الفردوس إلى نهرها القديم، الراصد لم يتخلق بعد، لم يتخلق بعد. الراصد، من هو الراصد الذي لم يتخلق بعد؟ لذوجة الصدفة تتشبث بجفاف الأحلام. هنا موجودة عندنا لذوجة الظلمة وجفاف الأحلام، شوف المكشر ده بيكون كيف. يا ترى واللذوجة دي ذاتنا نتاج شنو، بتحصل كيف يعني، اللي هي في إلى نهاية النص الحاجات تتضح أكثر. يا ترى هل ستبوء يدي بشيء إن مددتها خارجا، أم هي حفنة الأزهار المتيبسة وأزيز سيارة فارة من صفرة القاب إلى حمرة إشارة المرور؟ يا ترى يعني إذا مددت، إذا كنت في قبر ومددت يدك خارجا، القبر ما بالضرورة إنه يكون قبر مادي، أو ممكن هو يكون قبر مادي، وكمان ممكن يكون أي قبر أنت حاسس إنك عايش فيه. يا ترى انت اذا مددت يدك خاريا بيحصل شنو؟ يدك حترجع بشنو؟ باقة الزهر وضع حد على قبرك، اللي هي باقة متيبسة حتى انها قديمة يعني، وازيز سيارة فارة من صفرة القاب الى حمرة اشارة المرور. صوت سيارة من صفرة القاب، تلالة اللون الاصفر هي ايه، وحمرة اشارة المرور اللي هي التوقف. ومع التوقف ده نقف، نتوقف هنا مع الإشارة الحمراء.